بطولة القسم الوطني الأول الممتاز هذه السنة، ما فيش فريق قوي وما فيش فريق ضعيف نظن، ولهذا باسكو بعد مرور 4 جولات احنا كنا معولين باش نجيبوا على الأقل 6 نقاط، استطعنا باش نجيبوا 4 نقاط. نظن باللي خاصة النقطة اللي جبناها بشبيبة ثورة نقطة من الناحية المعنوية تفيد كثير المجموعه. فيما يخص اللقاء المؤجل تاع مولديه بجايه، سي فري كيما يقول لك حنا كان ماذا بينا لو كان لعبنا الماتش، مي سي با ماشي حاجه كبيره باسكو لو ستاف تاعنا عرف كيفاش يجيري هاد لا بيريود، وين عوضناه بدو ماتش اميكو. ان شاء الله ما يكونش عندها التاثير السلبي في المقابله الجايه هذه ان شاء الله.